لا يختلف اثنان فأن أفراد ناس الغوان جاءوا من رحم المسرح، ففيه تحطات أول خطواتهم في عالم الفن والإبداع. فقبل ما يتجمعوا في مجموعة الطيب الصديق المسرحية، كانت عندهم أعمال سابقة ربما ما كانتش في المستوى المطلوب، لكن كانت هي بداية المشوار الفني. فنبدأوا بجميع، فهو أسس مع بعض الأصدقاء ديالو مجموعة مسرحية كتضم إلى جانب بجميع ليحياوي ومطراز وعمر السيد وآخرون، وكانت هاد الفرقة كتسمى برواد الخشبة، كان كيرأسها إدريس أعلى. الفرقة قدمت في ديك الوقيتة عروض مسرحية منها الحاجة كنزة وبحمان. أما من ناحية الكتابة فكان بوجميع هو اللي كيكتب الفرقة أغلب المسرحيات، وفيما كانوا كيحتاجوا الموسيقى في شي وحدة من المسرحيات كانوا كيربطوا الاتصال بالعازف علا لعلا اللي كان كيتكلف هو بالعزف. أما العربي باطمة فقبل ما يتلقى مع بوجميع وعمر السيد في مسرح الصديقي، فكان كينشط حتى هو ضمن فرقة الهلال الذهبي، وكاين اللي كيسميها فرقة الإنارة الذهبية. جسد معاهم دور في مسرحية سميتها ليلة عاشوراء، وكان حتى هو كيكتب مسرحيات لهاد الفرقة اللي دوز فيها 3 سنين، ومن أهم المسرحيات سيدنا الشيخ اللي حازت على جائزة في ديك الحقبة، إضافة لمسرحية الخياط والخراز ونفيسة. ومن اللي سمع طيب صديقي اللي كان كيهتم أنذاك مسرح البساط بأنه كاينين بعض الشباب الحي محمدي كيمشيوا على نهج هذا المسرح، ومسرح البساط هو مسرح كيمزج بين الغناء والتمثيل، وبدا الرغبة ديالو الأكيدة في ضمهم للفرقة ديالو، والإشارة فالعازف علال التحق بفرقة صديقي قبل منهم. وكان من نتائج هاد الشيء التقاء بجميع عمر السيد والعربي باطمة، وكانت مسرحية الحراز أهم عمل مسرحي ليهم مع صديقي، فبدعوه بشكل موهوب، وكان تجاوب واضح بين بجميع وباطمة وعمر السيد من خلال المقطوعات اللي كانوا كيأديوها أثناء المسرحيات. ومن اللي دار صديقي ما يسمى بالمقهى المسرحي، ولو كيغنيو فيها أغاني من إبداعاتهم وإبداعات ناس أخرين، بحيث كيحضروا الناس بكل مكوناتهم عاديين وفنانة ومسرحيين باش يتفرجوا فيهم. فإلى جانب مسرحية الحراج الشهيرة شاركوا في مسرحيات مثل سيدي عبد الرحمن المجدوب وسيدي ياسين في طريق وأعمال أخرى، وسافروا لفرنسا مع طيب صديقي وحياوا عروض مسرحية كثيرة حتى كانت الثورة الفنية على مسرح الطيب الصديقي، بسبب أن هذا الأخير نشر مقال فرنسا باللغة الفرنسية وسماهم بفئران تجارب. هذا الشيء ما تقبلوش بجميع، فكانت النقطة اللي فاضت الكاس، بحيث تحملوا من المدير من قبل سوء المعاملة واحتكار مداخل العروض، لكن ما تقبلوش عدم الاحترام والسب والتقليل منهم، فقروا أنهم ينتقموا منه انتقام فني. فبجميع خدام مبادرة المغادرة بدون رجعة، وقال لهم بأن الخشبة هي الميدان ديالنا، وفيها غادي يكون اتحادنا وتورتنا وانتقامنا منه. وفعلا كان انتقام فني فعلي. وهكذا من اللي رجعوا من فرنسا خرجوا كيقلبوا على زملاء ليهم باش يكملوا الفرقة، وكان الحي محمدي الفضاء اللي يجمعهم. هاد الحي المعروف بأزقته الضيقة وسخابه وبساطة أهله هو اللي نجب من صلبه فرقة غنائية زعزعات أركان الأغنية المغربية وبينات أعمال تعد اليوم بصراحة ذخائر فنية نادرة. ومن هنا كان مخاض ولادة فرقة ناس الغيوان، والبقية يعلمها الجميع.